السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في درس جديد من دروس الرياضيات، والآن مع درس الأعداد الزوجية والأعداد الفردية. ملخص درس: مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية هي المجموعة N، نرمز لها بN كبيرة، وهي الرقم 0 1 2 3 4 5 6 7 إلى آخره، إلى N، إلى عدد كبير جدا وهو ما لا نهاية. العدد الزوجي هو كل عدد يكتب على شكل N تساوي 2 ك، مثلا هو العدد 2 4 6 8 10 12 إلى آخره. والعدد الفردي هو كل عدد يكتب على شكل 2 ك زائد 1، أي هو مثلا 1 3 5 7 9 11 إلى آخره، كلها تعتبر أعداد فردية. والآن مع تمرين تطبيقي، نعتبر أن N عدد صحيح طبيعي فردي. السؤال الأول: بين أن 3N زائد 7 عدد زوجي. والسؤال الثاني: بين أن 5N و 6N عدد فردي. N عدد صحيح طبيعي فردي، يعني يمكن كتابة N على شكل 2 ك زائد 1. نبين أن 3N زائد 7 عدد زوجي، يعني نكتب 3N زائد 7 على شكل 2 ك. لنبين أن 5N و 6N عدد فردي، يجب أن نكتب 5N و 6N على شكل 2 ك زائد 1. إذن طريقة الجواب هي كما يلي: دائما لنبين أن عدد زوجي يجب كتابته على شكل 2 ك، ولنبين أن عدد فردي يجب كتابته على شكل 2 ك زائد 1. الأساسي فقط هو هذا التلخيص. تصحيح: نبدأ بالسؤال الأول. N فردي، يعني أن N تساوي 2 ك زائد 1، حيث ك عدد صحيح طبيعي. نبين أن 3N زائد 7 عدد زوجي. N تساوي 2 ك زائد 1، إذن 3N زائد 7 تساوي 3 في، نعوض N بقيمتها، في 2 ك زائد 1 زائد 7. نقوم بالنشر: 3 في 2 ك 6 ك، 3 في 1 3 زائد 7، إذن تساوي 6 ك، 3 زائد 7 هي 10، 6 ك زائد 10 تساوي 2 في، نقوم بالتعميل ب 2 لكي نحصل على شكل دوكا، إذن تساوي 2 في 3 ك زائد 5، نقوم بالتعميل ب 2 فنحصل على 2 في 3 ك زائد 5، و 3 ك زائد 5 هو عدد صحيح طبيعي لأن ك صحيح طبيعي، وبالتالي فإن الشكل هو 2 ك. إذن 3 ن زائد 7 عدد زوجي. والآن مع السؤال الثاني، نبين أن 5N و 6N عدد فردي، أي يجب كتابته على شكل 2 ك زائد 1. إذن N فردي، يعني أن N تساوي 2 ك زائد 1، حيث ك ينتمي إلى N، أي عدد صحيح طبيعي. نقوم بكتابة 5N و 6N على شكل 2 ك زائد 1. إذن يعني 5N و 6N تساوي 5 في، نعوض N بقيمتها وهي 2 ك زائد 1، 2 ك زائد 1 الكل أس 2. والآن نقوم بالنشر: تساوي 5 في 2 ك زائد 1 الكل أس 2 هي 2 ك الكل أس 2، يعني 4 ك أس 2 زائد 2 في 2 ك في 1 تساوي 4 ك، تطبيق عامة 4 ك زائد 1 أس 2 1 تساوي 5 في 4 ك أس 2 هي 20 ك أس 2 زائد 5 في 4 ك هي 20 ك زائد 5 في 1 5. نقوم بالتعميل، نعمل ب 2 كي نحصل على شكل 2 ك أو 2 ك زائد 1. إذن نقوم بالتعميل ب 2 فنحصل على 20 ك أس 2 تعطينا 10 ك أس 2 زائد 20 ك تعطينا 10 ك، لأن 5 هي 4 زائد 1، 4 هي 2 في 2 ويبقى الواحد. إذن يمكن كتابته على شكل 2 ال زائد 1، حيث L هو
عشرك أو سيدنا زيد عشرك زائد أن زائد اثنان وهو عدد صحيح طبيعي. إذن يمكن كتابته على شكل اثنان أل زائد واحد، وبالتالي فإن خمسة أن وسيدنا عدد فردي لأننا قمنا بكتابته على شكل اثنان ك زائد واحد. شكرا وإلى درس مقبل.